بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا هادي اليمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. النهاردة بناء على طلبات الأصدقاء بنتعاون في شرح واحد من أشهر البرامج التي تستخدم في تحرير ومعالجة الفيديوهات، وهو برنامج أوبن شوت فيديو إديتور. هذا البرنامج المميز لازم الأول نلقي الضوء على يعني إيه برامج معالجة فيديوهات. في الحقيقة هي تلك البرامج اللي بتمكننا أو بتمكن المستخدم من إنشاء وتعديل ملفات الفيديو من خلال احتوائها على العديد من الأدوات، من الوسائل، من التأثيرات اللي بتساعده في إنشاء ومعالجة لقطات الفيديو بطريقة سهلة وسريعة، وذلك لإنشاء ملفات لمجموعة من الصور. الصور دي قد يتم التقاطها عن طريق كاميرا أو صور طبيعية موجودة عند حضراتكم، أو بيتم تحميلها على الجهاز، بالإضافة إنك تقدر تعالج مشاهد الفيديو اللي بيتم تسجيلها من خلال كاميرا الفيديو أو كاميرا الويب. هذا البرنامج يتميز بأنه برنامج أوبن سورس، مفتوح المصدر، برنامج مجاني بيتيح للمبرمجين إنهم يعدلوا في الهيكل البنائي وفي خصائص هذا البرنامج بالإضافة وبالحذف. ليس هو البرنامج الوحيد الموجود لمعالجة الفيديوهات، ولكن هناك عشرات البرامج، ولكنها بتكون برامج شيروير، برامج بأجر أو بفلوس، زي برنامج بنك الاستوديو، زي برنامج أدوبي بريمير، زي برنامج كورير فيديو إديتور. هناك العديد من البرامج. هذا البرنامج شبيه ببرنامج اسمه موفي ميكر اللي بيأتي مع الويندوز، تقريبا نفس الفكرة. تعالوا بينا نتعلم ازاي نحمل هذا البرنامج ثم نستعرضه من خلال جزئين. بداية بعد تشغيلك للمصفح الخاص بك او عند مشاهدتك لهذا الفيديو سوف تجد رابطين. الرابط الاولاني هو رابط خاص بالموقع الرسمي لأوبن شوت، وهو www.openshot.org. بس انا وصلت مباشرة انك تقوم بتحميل هذه الإصدارة اللي هتقوم بتحملها هي إصدارة في الوقت الراهن 2.1.0، ودي متوافقة، يا ريت نركز، متوافقة مع ويندوز 64 بت. طيب استعرض انت البرنامج، استعرض انت مزاياه، بتكلم عن مزايا هذا البرنامج، بتكلم على المزايا، بتكلم انك تقدر تتعامل معهم لو في اي هلب، لو عايز التحميل تضغط على داونلود سواء عندك انترنت داونلود مانجر او احد برامج التحميل، او عن طريق برامج التورنت تقدر تحمله. تقدر برضه تحمل نسخه متوافقه مع ماكنتوش او اللينوكس، تقدر تستعرض هذا الموقع. البعض الاخر قال لك والله النسخه اللي انا بحملها متوافقه مع 64 بت، جيت استطبع على الجهاز ظهرت بعض المشاكل. هقول لك بهديك اسفل هذا الفيديو لينكين، احد تضغط على اي لينك من اللينكين دولت هتقدر تحمل نسخة متوافقة مع الويندوز اللي هو 32 بت. وانا افضل انك تحمل هذه النسخة لان اي جهاز هيشتغل عليها، ولكن مش اي جهاز هيشتغل على 64 بت. طيب بعد ما بتقوم بتحميل النسخة الخاصة بيك هتقوم بتصطبها عن طريق نيكست نيكست نيكست، ثم هيطلب منك انشاء شورتكات، تقول له انشاء شورتكات في ملف او في شريط الحالة، وافق. طيب بعد ذلك هيطلب منك انك تعمل اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر كي يتم تثبيت ملفات الربط الخاصة به. اعمل ريستارت، انتظر من دقيقة لخمس دقايق، هو هيقفل كل الشاشات وهيعيد تشغيل نفسه وهيصبح جاهز للتعامل معك. طيب تعالوا بينا كده نشغل هذا البرنامج. ده الاختصار بتاعه اوبن شوت فيديو اديتور، نبدا نشغله مع حضراتكم ونستعرضه بصورة سريعة اوفر فيو على وعد ان شاء الله. في الجزء الثاني نتعلم المهارات الاساسية من التحرير والاضافة وعمل تأثيرات افكت وعمل ترانزيشن، حركات انتقالية والتحكم في الوقت الخاص بي. بعد ما نشغل البرنامج، بعد الضغط المزدوج عليه هيتم تحميل البرنامج. هنستعرض مع بعض الشاشة الافتتاحية ثم نتدرب على بعض الادوات بطريقة سريعة. عند تشغيل البرنامج تظهر هذه النافذة، مكون من شريط عنوان تايتل بار، في زر اغلاق، زر تكبير واستعادة، زر تصغير على شريط المهام،
ثم اسم البرنامج اوبن شوت فيديو اديتور، ثم الريزوليوشن اللي بيبدا ب 720 بكسل، الملف بدون عنوان تقدر تحفظه عن طريق انك تلزم من ملف تختار حفظ باسم او حفظ المشروع باسم اللي هي سيف وسيف اد، ثم شريط قوائم مكون من خمس قوائم، قائمه ملف، قائمه تحرير فايل اديت، قائمه عنوان اللي هي التايتل، قائمه عرض فيو، قائمه التعليمات، ثم بعد ذلك شريط نسميه الشريط الرئيسي او المين تول بار، وفي العرض هنا اسمه عرض شريط الادوات تقدر تستخدمه. شريط الادوات في مجموعه من الادوات اللي بتكون اختصار للاوامر الموجوده في القوائم، هذه الادوات كلها موجوده في قائمه ملف وتحرير. لو فتحت قائمه ملف هتلاقي في مشروع جديد، ده بيتيح لك انك تنشئ مشروع جديد بدون عنوان، هذا المشروع عند حفظه ياخذ امتداد او بي اس، ثم فتح مشروع، يبقى فتح مشروع بامتداد او بي اس وليس باي امتداد اخر، ثم عرض المشاريع، اخر مشاريع انت اتعاملت معاها، الامتداد زي ما قلنا او اس بي، الامتداد او اس بي، وهنا هو حفظ المشروع وحفظ باسم سيف وسيف اد، حفظ المشروع باسم اذا كان لاول مره او حفظ التعديلات بنفس الاسم، وهيظهر لي صندوق حواري، من خلال الصندوق الحواري هتكتب اسم لملف الفيديو الذي تم معالجته، مع الاخذ بالاعتبار انه ياخذ امتداد او اس بي او او بي اس، ياخذ امتداد او بي اس، ده الامتداد الخاص بي. طيب لو جينا انا عملت كنسل او حفظ التعديلات، حفظ المشروع باسم، لو انت عايز تعمل نسخه منه باسم جديد، اللي يهمنا ان هو انك تقوم باستيراد ملفات اللي هي امبورت، هتستورد ملفات اللي هي ملفات الصور، ملفات الفيديو، ملفات الصوتيات عن طريق استيراد ملفات، او انك تستعرض او تختار البروفايل الخاص بيه، او انك تقوم بعد ما استوردت الصور والفيديوهات والصوتيات وقمت بعمليه المعالجه وعمل تاثيرات وتحكمت فيها وعملت تايتل عنوان، هتقوم بتصديرها، هتعمل اكسبورت ب احد الامتدادات اللي بتدعمها برامج اللي هي تستخدم في عرض الفيديوهات، ممكن تستخدمها ك ام بي اي جي، ده واحد من الامتدادات، او الاي في اي ده واحد من الامتدادات، الام بي 4 وهكذا، وهنا الخروج من البرنامج. طيب هتلاحظ ان هنا ده انشاء ملف جديد اللي هو موجود في قائمه ملف، هنا هو فتح ملف سبق انشاؤه، هنا هو اللي هو حفظ هذا الملف، هنا هو اللي هو استيراد برضه من قائمه ملف، هنا هو اللي هو تشوز بروفايل اللي هو تعديل البروفايل الخاص بيه، هنا هو خاصة بملء الشاشة، ودي موجودة في قائمة عرض، في قائمة عرض في أمر اسمه ملء الشاشة أو F11، ثم التصدير اللي هو اكسبورت، وده موجود في قائمة ملف. طيب في ملف أمرين بس اللي هو تراجع وعكس التراجع، اللي هما موجودين اللي هو اندو وريدو، موجودين في قائمة تحرير عرض اللي هي تراجع وعكس التراجع، بينما التفضيلات ديت هتسمح لك للبرفرنس الخاص بيك، هيسمح لك انك تغير مثلا اللغة، اللغة باللغة العربية عايز تغيرها، يبقى من اديت او من عرض او من تحرير هتختار التفضيلات او البرفرنس، ثم هتختار من تبويب جنرال اللغة اللانجوج، ثم تبدأ تختار اللغة اللي انت عايزها، وبعدين تقوم بعمل اغلاق، ثم اغلاق بالنسبة للبرنامج، فيتم تعديلها من العربي للانجليزي او العكس، بالاضافة انك تقدر تتحكم في السمات الخاصة بالفيديوهات او بمدة الصورة، مدة الصورة 10 ثواني ممكن تعدلها، او بعلو الضوء 75 ممكن تعدله، وهكذا تقدر تغير هذه الخصائص والريزوليوشن، بدل ما 720 تقدر تخليه اعلى من كده او اقل من كده، معدل الاستعبان الصوتي نفس الطريقة تقدر تتحكم فيه وقنوات الصوت، ثم بعد ذلك هتقول له اغلق. عنوان هنا هوت اللي هي التايتل، لما تحب تضيف تكتب حاجه على الصوره او على الفيديو، فتختار العنوان سواء كان عنوان عادي او عنوان متحرك، وعرض هنا هوت عشان تعرض اشرطه الادوات او تخفيها او تقوم بملء الشاشه بهذا الوضع. نرجع تاني نهوت نختار الوضع الطبيعي، عند اختيارها اول مره يتم ملء الشاشه، إعادة اختيارها ترجع لوضعها الطبيعي، وهنا طرق العرض انك تقدر تتحكم في طرق العرض سواء بسيطة او متقدمة. لو نشوف كده المفهوم البسيط اللي احنا موجودين فيه بيعمل تكبير كده بالنسبة لنافذة المعاينة، لو رحنا تاني من العرض واخترنا طرق التثبيت وقلنا متقدم، هيظهر لي كل التبويبات الموجودة
على هذا الشكل. ادي عرض ملفات، وادي اظهار التاثيرات الموجوده، الايفكت وترانزيشن، ثم ادي الترانزيشن، وهنا التاثيرات الايفكت بدا يظهرها لي، وبدا يظهر كل القيم مع النوافذ الاخرى. نسترجعها الى من طرق العرض، نختار المظهر البسيط اللي انا بفضله مع حضراتكم. واخيرا التعليمات ديت ان حضرتك عايز هيلب، عايز مساعده، فبتستعين بالتعليمات بالمحتويات او التوتوريال، او انك بتبعت سؤال، او انك بتتبرع لهذه الجهه انك تساعدها في عمليه التعديل. ثم بعد ذلك هذه المنطقه تسمى اللي هي البروجكت فايل، اللي هي ملفات المشروع. ملفات المشروع بيكون ثلاث انواع، اما بتكون فيديوهات بالامتدادات الخاصه بيها، او بيكون صوتيات، او بيكون صور، تظهر في هذه المنطقه اللي من خلالها انت بتقدر تعمل لها معاينه ويتم وضعها في التراك الخاص بالبرنامج. بعد ذلك هننتقل الى جزء المعاينه اللي هي البريفيو فيديو. هذه المنطقه دي اللي بتتم من خلالها استعراض الفيديو اللي انت اضفته، او الصور، او الفيديو، او الصوتيات، عن طريق تشغيلها، او عن طريق التنقل ما بينها، الذهاب الى البدء او الذهاب الى النهايه، او الاعاده والتكرار والتقييم. ثم بعد ذلك ننتقل الى هذه الخانه اللي هي فيها ملفات المشروع، بروجكت فايل، فترانزيشن، وفيها افكت. دي احنا بنسمي هذه الخانه شريط، هنسميه مع حضراتكم تبويب الوظائف. تبويب الوظائف اللي هو بيحتوي على الثلاث تبويبات ديت. التبويب ده اسمه تبويب الوظائف، اللي هي ملفات المشروع، اللي هي البروجكت فايل، ثم ترانزيشن الانتقالات، ثم التاثيرات. ده تبويب الوظائف. ثم بعد ذلك هذا الشريط اسمه شريط التحرير، اللي من خلاله تقدر تضيف تراك جديد، او تقدر تعمل فرطره او اضافه مرجعيه. وهنا بنكبر او بنصغر اللي هي منطقه العرض، اللي هي بالثواني نقدر نضيقها. ثم بعد ذلك في المنطقه اللي انا واقف عليها دي تسمى التكبير والتصغير، بتسمح لي ان اكبر واصغر اهيت. هذه هي المنطقه ان انا واقف عليها، اقدر اظهر كده كل التريكات دي. اسمها ايه؟ اسمها منطقه التصغير والتكبير، ماكسمايز اند مينيمايز. ثم بعد ذلك ننتقل الى هذه المنطقه اللي فيها الشريط الزمني اللي بيوضح لك مده الفيديو الخاص بيك. ثم هذا المؤشر اللي احنا بنسميه، لهذا المؤشر، هذا المؤشر اللي بنسميه راس القراءه، اللي هو البلاي هيد رورر، ده راس القراءه. ثم هذه المنطقه المكونه من بصفه افتراضيه من اربع مسارات او تراكات، اللي بيتم وضع او رص الصور او الفيديوهات او الصوتيات عليها، وهي قايمه على فكره لير الطبقات. الاعلى هو اللي بيتم تنفيذه الاول، وممكن يحجب الصوره او الفيديوهات الاخرى، فبيتم ترتيبها اما على مسار واحد، او يتم ترتيبها على عده مسارات بس بتكون متلاحقه. طيب هنيجي دلوقتي نستخدم احد المهارات الخاصه بينا، وهي ازاي نضيف صور لعمل فيديو بصفه اولانيه. كل اللي هتعمله انك هتعمل امبورت استيراد بالنسبه للملفات، وهتقوم هنبدا نختار صور الاطفال مثلا. انا عندي مكتبه صور، عندي مكتبه صوتيات، عندي مكتبه فيديوهات. هنختار الصور وليكن الاربع صور دولت، ثم اضغط اوبن. وممكن ان انا اختار صوره واقول له اوبن، صوره واقول له اوبن، وهكذا، او استخدم كنترول لاختيار صور متباعده، او شيفت لاختيار صور متتاليه. هنتظر دلوقتي اهوت، بيقول لها تريد جلب، بعمل امبورت. هنتظر الى ان يتم، هيقول لي خلاص تم جلب مجموعه من الصور، هتبدا تظهر تباعا قدام حضراتكم. هذه هي الصور، تقدر انت تضغط على الصوره فيتم اظهارها، على اظهار الكل. خلينا اهوت مع حضراتكم في الملفات. اي صوره من دولت، كل اللي عليك انك عايز تستفاد بيها، يا اما تضغط عليها كليك يمين وتعمل اضافه الى التايم لاين، شريط الوقت، فيتم اضافتها على النحو اللي احنا هنشوفه مع حضراتكم. وبعدين اقول له اوكي، بيحدد لي الوقت الخاص بيها، او انك تضغط وتسحب على هذا النحو فيتم اضافتها، اضافه هذه الصوره، وتقربها شويه كده، وممكن الصوره الثالثه او الصوره الرابعه تضغط وتسحب فيتم وضعها سواء على هذا المسار او على المسار التالي له. ثم تعالوا بينا نبدا نشغل مع حضراتكم. هيبدا يشتغل اللي هو مؤشر القراءه، هيبدا يستعرض الصوره الاولانيه. بعد ما يخلص استعراض الصوره الاولانيه هيدخل على استعراض الصورة الثانية واستعراض الصورة الثالثة. بعد الانتهاء من هذا العمل، ثم
في جزء تاني نتعلم ازاي نضيف الترانزيشن اللي هي الانتقالات، وازاي نستخدم الافكت التاثيرات. هنقوم بتصدير هذا العمل، احنا شاهدين مع حضراتكم بدا ينتقل الى الصوره الثانيه، ثم يبدا ينتقل الى الصوره الثالثه، ومده العمل الفني بتظهر قدامنا هنا هو 14 ثانيه. هنبدا نشوف كده مع حضراتكم، خلص الصوره الثانيه على وشك، هيبدا ينتقل الى الصوره الثالثه، بدا ينتقل الى الصوره الثالثه. انا هقوم بعمل ايقاف اهوت، ثم اقوم بعمليه التصدير، ان انا اضغط على التصدير، نشوف كده مع حضراتكم، واصدره باحد الصيغ، هكتب له اسم الملف، اسم الملف وليكن الامل او المشروع الاولاني سواء عربي او انجليزي، ثم استعرض المكان اللي انا هحفظه فيه وليكن على سطح المكتب، وليكن على سطح المكتب، يبقى انا كتبت الاسم، اخترت المكان، ثم هترك جميع الصيغ زي ما هي، وهنختار الهدف، هختار يا اما اي في اي، يا اما اف ال في اللي هي فلاشه، يا اما ام او في، يا اما بي او 4، او انك تختار امتداد اخر، هنيكن مثلا هنختار ام بي 4، ام بي 4 264، ونترك الجوده الكواليتي يكون عالي جدا، نترك الريزوليوشن، ثم بعد ذلك اضغط على تصدير الفيديو وانتظر الى ان تكتمل عمليه التصدير. وكده يبقى احنا استطعنا ان احنا نحصل على فكره عامه على هذا البرنامج، ينقصنا التجويد، الاجاده، وده هيكون في الجزء الثاني من محاضره اليوم. وبعد الانتهاء من عمليه التصدير هقوم بالتصغير، هلاقي الملف موجود مع حضراتكم اهوت، هقوم بتشغيله، عارفين انه عباره عن صور متتاليه في صوره، بياخد شكل الفيديو، هنبدا نشغله عن طريق احد البرامج وليكن كيو كيو بلاير او في ال سي او رير بلاير او اي برنامج اخر او ويندوز ميديا فاير، اي حاجه، اي برنامج من البرامج الموجوده وتكون حديثه. هيبدا الفيديو يشتغل قدام حضراتكم ومدته، وان شاء الله هناك جزء ثاني، الجزء الثاني من خلاله بيتم عمليه التجويد بحيث ان احنا نصل الى درجه الاحتراف في التعامل مع هذا البرنامج. بيتم استعراض الصور زي ما احنا شايفين، مع العلم ان احنا نستطيع ان نتحدد في امكانيه عرض كل صوره. هقوم بالتصغير، هقوم بالتصغير، هقوم بالتصغير. اتمنى ان انا اكون وفقت في شرح الجزء الاولاني، وانتظروني في الجزء الثاني، الجزء الاحترافي للجزء الاولاني والمكمل له. سعدت بكم، انا طارق النجار، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.